تمام. طيب نروح لماتش بكره. الاول انتوا مع مين، فرنسا ولا الارجنتين؟ انا ارجنتيني. ارجنتيني. آه. انا مع ميسي مع ارجنتين. مع ميسي. انا مع فرنسا لا اكيد يعني مبابي. بصراحه انا يعني طول عمري بحب الكره الارجنتينيه، واهم من النجوم اللي حبيتهم كانوا دايما ارجنتينيين. ما اقدرش انسى طبعا مارادونا. يعني مارادونا بالنسبه لي في حته تانية خالص كرة. مهما تحط مقارنات ومهما تقول مين، بس مارادونا بالنسبه لي متعه فاكهه كره القدم. بس جابوا نجوم كتير، اورتيجا، فيرون، باتيستوتا، ريكيلمي، يعني طبعا. كتير من النجوم اللي انا حبيتهم كانوا ارجنتينيين. لكن المنتخب ده مش قادر اتعاطف معاه، وخصوصا بعد ماتش هولندا شويه يعني تنشنت منهم. بس خليني اسال، هل ماتش بكره ممكن ان احنا نختصره في مواجهه كيليان امبابي في مواجهه ليو ميسي، ولا قصه فيها تفاصيل تانية كتير؟ يعني خليني اروحك الارجنتين الاول. الارجنتين الثنائي ليونال، ليونال اسكالوني وليونال ميسي. هم اللي عملوا كل شيء طبعا، مع التقدير لمارتينيز والساندرو مارتينيز والجهد المبذول من الجميع في المنتخب الارجنتيني. لكن كواليتي العناصر اللي موجوده في المنتخب الارجنتيني ما توصلش المنتخب الارجنتيني باي حال من الاحوال لولا تواجد الثنائي ليونيل ميسي وليونيل سكالوني. ليونيل ميسي نتكلم عليه. سكالوني طبعا هو المدير الفني للمنتخب الارجنتيني. ليونيل سكالوني مدير فني جه على منتخب ارجنتيني ما بياخدش اي بطولات لا قاريه ولا عالميه منذ اكثر من 20 عام. راح كوبا امريكا، قدر انه يفوز على المنتخب البرازيلي في البرازيل في الماراكانا بسكواد اقل بكتير من سكواد المنتخب البرازيلي. غير الفلسفه، غير الهويه، ابتدى يعتمد على تاني طريقه اللعب المباشر، الكومباكت جيم، التحولات، ازاي يساعد ميسي. مش ان اللعيبه كلها كل قصتها ان هي تدي كره لميسي هو عليه انه يتصرف، لا، الفلسفه اتغيرت. انت ازاي تساعد ميسي انه يعمل ده. فان انت بقيت بتشتغل باللاعبين مش افضل العناصر، لكن كل لعيب فتت في البوزيشن اللي هو بيلعب فيه وبيأدي دوره طبعا المطلوب منه على اكمل وجه ممكن. فانت بتتكلم على مدير فني جاب لك بطوله قاريه بعد 20 عام من قلب البرازيل امام البرازيل بسكواد بعيد تماما عن الارجنتين، افضل بكتير، وبعديها بيقود منتخب بلاده انه يوصل بالسكواد ده لفاينل البطوله بعد خساره مفاجاه في بدايه البطوله قدام الارجنتين ويمكن قدام السعوديه. ودي كانت ودي كانت جرس انذار، يمكن ده استفادوا منه كجرس انذار. طبعا ميسي والفارق وصناعه الفارق، دايما بنتكلم في الكوره على اللعيبه الكويسه واللعيبه الجيده واللي واحنا اللي يخصنا في الموضوع انه لو الارجنتين كسبت فرنسا وخدت البطوله هيبقى السعوديه هي الفريق اللي كسب بطل العالم الوحيد. لو فرنسا كسبت البطوله هيبقى تونس هو الفريق الوحيد اللي كسب بطل العالم. ففي الحالتين يعني في فوز معنوي على بطل العالم اللي جاي. اتفق انه كيليان امبابي وميسي بكره المواجهه بينهم بشكل مباشر، وانه اي واحد من الاثنين يعني عنده القدره انه يرجح ال كفة فرقته. طبعا انا شايف ان فعلا هما الاثنين الاكثر تاثيرا في صفوف كل منتخب خاص بيه. يمكن ميسي انا شايف عامل بطوله كبيره جدا جدا حتى بالارقام. ميسي يا جماعه من الخمس ماتشات خد احسن البطوله بالنسبه له حقيقه هبوط. طبعا هو راجل البطوله دي بالنسبه له ايوه انا اللاعب الافضل في تاريخ كره القدم. هو خدها يمكن حتى تصريحاتهم كلها ماشيه في السياق ده، احنا بنلعب وبنموت نفسنا كلاعبين منتخب ارجنتين عشان خاطر ميسي. امبارح شفت لهم فيديو كده في اوضه اللبس منتخب الارجنتين بيغنوا انه يعني احنا عندنا مارادونا بيتابعنا في السماء، وعندنا ليو في ارض الملعب، فاحنا جايين ناخد كاس العالم. اغنيه كده بيغنيها اللعيبه. ميسي كمان انا شايف ان قايم بدور كمان يمكن القياده في الملعب. ميسي دايما في الملعب يمكن هو طبعا طبيعي ان ميسي يتم ان طريقه اللعب مبنيه على ميسي. اللعيبه اللي جنبيه انا شايفهم بيعملوا دور تكتيكي عظيم جدا. سكولوني عامل انا شايف وصول الارجنتين نهائي كاس العالم 2022 البدايه كانت كوبا امريكا. ايوه كان هو راجل ماشي بنفس الفلسفه اللي هو انا بلعب كوره. يمكن غير طريقه الارجنتين ليها الممتعه خلاص. المنتخب الارجنتيني بقاش اللي هو بيلعب كره للمتعه، لا، الموضوع ماشي في التكتيك في الملعب. بيقدروا يعملوا تحضيرات جيده داخل الملعب، بيقدروا يكسبوا الفرق، وده شايف ان هو موضوع مهم جدا. وشايف بكره الارجنتين يمكن هي الاقرب للفوز بكاس العالم.